للتاريخ. كلمة للتاريخ. والله يعني احنا بنتكلم في فترة. ثانية يا عم، ثانية بس يا بتاع الجمبري، انت قول قول. احنا بنتكلم قبل، يعني قبل ما المغرب يهل علينا. ايوه الفطار الجماعي ده اللي ترفع. يعني والله ايام كانت لذيذة جدا. يا سلام، مر علينا كثير من الايام، كثير. بعضها كان حلو وبعضها كان مر. بس الواحد بيفتكر اللحظات مر. هو النهارده تاريخ ايه يا عم؟ رأيتك في المنام تسبح تبنا. تسبح تبنا؟ لا 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 لا، قول تاني بقى. ايوه اسمع. رأيتك في المنام تسبح تبنا ويعلق في مشافرك السفوح، وتربة في الزريبة فيك قيد، فإنك الجحش الرفاص الرفوح. فإنك يلا بقى بلاش بقى كفاية. وانت يا مايو، كلمة للتاريخ. كلمة للتاريخ؟ للتاريخ. هو حميد رفيق بجد، انا مش عارف اقول ايه. مش عارف اقول ايه يعني فعلا. قول انت حاسس بايه؟ طيب مبسوط ان انا متجمع مع لا يا عم اديني فرصه. من افضل الناس اللي عرفتهم في حياتي. تسقيف تسقيف تسقيف. ومايكل، كلمه للتاريخ وللكاميرا وللدفعه. من الاخر انا اتمنى ان كل سنه نعمل الحكايه دي. الحقيقه انا عايز اقول حاجه بس. هو يعني الحقيقه هو يعني تدخل مايكل بعد ما امننا صلاه العصر يعني الراجل جه وقال لي افطر معايا. مين طالب كومبو؟ احسن من لا مش طالب كومبو. مين طالب كومبو اهو؟ مش انا. لا انا. طيب ماشي، احنا مش قوي. لا عادي تصور. مايكل كمل، خد خد طلبك الاول. ايوه الفضايح شايفين الاكل جمبري وبتاع. الناس هتبص لكم في الاكل، بس الحمد لله هيكون في بطننا. هتخليها. قول يا مايكي كمل كمل، الناس قطعتك. بس انا مبسوط جدا من الجو الظريف اللي احنا عايشين فيه يعني. اتمنى كل سنه مع الجمبري. حبيبي ده مع الجمبري الثاني. ده مع الجمبري احمد سامي. ده مع الجمبري. كلمه للتاريخ. يا رب دايما كده. ايوه دايما كده. الجمبري السنه تمام. تكسر من بعض ده. بس انا جايب كل واحد فيه. ايوه خلاص انا جايب ان شاء الله كل واحد في ايده واحده للاخر كده. نفس القعده السوداء. وايه خلاص بعتوني او نيجي اكل؟ كمل ان شاء الله دايما مع بعض على خير. ان شاء الله. احمد سيد، انا احب اقول كلمه واحده بس. يسقط المجلس عشكري. لا لا الله، الفيديو ده مش هيطلع النهارده. اقول ايه؟ يا رب كلنا نتجوز وسمير ده يتجوز. ونام. عايز اتكلم. عايز يا رب يا سمير تخش الجيش. حلو والله. انا جاي بيجي احنا جايين بعيالنا بقى وحاجات كده. حلو والله. انا جاي باي حد. عارفه احمد؟ عارفه. حاجه واحده بس المغرب جدا عشان الاكل. حلو والله. انا جاي والله. الناس اللي جايه تاكل. انا مبسوط بيكم جدا. تمام. واحمد سمير. ايوه قول كلمه للتاريخ وللدفعه و للتاريخ والدفعه وللدفعه ولليوم ده. بحب الدفعه دي قوي. عليك سلام. وانت جاي على مشامك كده، قول لنا كلمه للتاريخ وللدفعه وللناس. احسن دفعه كنت معاها. ايه كمل يا احمد. والله بحب الدفعه دي قوي. ايوه سمعت شويه على الكاميرا. ان شاء الله كده ونخش الجيش ونحارب اسرائيل ان شاء الله. ان شاء الله ونهزمهم. واخد انا لعبه. تاخد انت اللعبه. هم يحاربوا ونقعد. تمام. ودعانا تامر رؤوف. تامر رؤوف، كلمه للتاريخ وللدفعه. فين قدام؟ ماشي. شكرا شكرا. لسه جاي؟ شكرا. لسه جاي؟ شكرا. ماشي عدوني بس خلينا الحق اول اخد الكلمات من الناس. كمل يا تامر. اتحرك ان شاء الله. كان عندي مش عايز تقول. ابراهيم. ابراهيم فتى لحمه. انا فتى. فتى بشكل يا عم مش عارف اتكلم. ابراهيم يا عم الرخاي. كلمه للتاريخ وللدفعه ولليوم الجميل ده. مش عايز الناس دي يا جماعه. ده فيديو يا جماعه. في واحد مشكل رضا اسمتي. طب خلي الراجل ده يتكلم. تمام. احمد رضا يا جدعان. ايوه ايوه. على اكل التاني. تيم شتت المشروم. تيم شتت المشروم رضا اسمتي. بس مصطفى. طيب. بدي اقول كلمه احمد سامي. احمد سامي. محمد سامي. مع هذه المنظومه السي اس اي. يعني بدي اقول لهم انهم اعظم دفعه عرفتها في التاريخ. اعظم دفعه. اعظم ناس. اعظم ناس بشريه. يعني شيء عظيم جدا. يعني هذا اللقاء لما راح يمين بالدفعه. سيدي ممكن انا احس ان الصوت مش هيطلع في الكاميرا. ايوه يا شباب والله. يعني بقدم لهذه الدفعه اعظم التهاني والافراح وكل شيء. الله يخليك. الله يخليك. سلموا وبوسوا بعض. وكلمه شكرا. استنى شكرا يا مسالم على الناس. يا عم صوتك يا عم عمر. كلمه للتاريخ وللدفعه. عمر بقيت اشوفه اكتر من ابويا وامي واختي كمان. قول. صراحه الدفعه دي مش لدي منظور. Thank you.
مش ازالك من صغري. تكرهها كرهها. ده ايه؟ ماشي. جيم. قول يا باشا. هي الدنيا ضلمة شوية عندك بس كايمة للدفعة وللتاريخ ولليوم الجميل ده. افسي بقى افسي بقى. افسي بقى. افسي بقى. تعالى بس في الضوء شوية عشان اولف وشك. تمام. تمام بس خلاص. وده ربنا يعدك عليه. ماشي. كلمة للدفعة وللتاريخ يا شادي. انتوا ليه قاعدين في حتة ضلمة كده؟ قول. انا على فكرة عروس بسمتي. ها؟ كمل. يا عم انت واخد مشاوي مشكل. انا كنت عاوز. تمام. طب قولي كلمة وبعدين ننقل عشان التصوير. ها؟ الدفعة عشان طيبين وبطلوا ايه تتجوزوا كتير بقى وانت شايف الناس اتجوزت كتير فكفاية عليك كده. انت عايز تتجوز انت كمان؟ عشان دي حاجة مش صحية يعني. مش حاجة مش صحية. انتوا مش صابخون. ماشي. لما اسمع كلامك. انا بقى اقول ايه بقى؟ ايه؟ كلمة للدفعة وللتاريخ، كلمة لليوم الجميل ده نفسك تقولها. والله يا جدعان ما وحشتنيش يا جدعان. لسه. انا حسيت ان انا اتبسطت ان انا خلاص مش عشان الدفعة والله عشان اللي حصل فينا بس. اللي حصل فينا. انا مبسوط ان احنا اتجمعنا النهاردة. تمام. الحمد لله. بس خلاص بقى كفاية. طيب. طيب. وانت يا شريف انت ما قلتش حاجة. انا قلت حاجة اول ما دخلت انت هتنصب. لا 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 تاني. انت هتنصب. مين تاني؟ شريف. اسلام عايزك تقول كلمة. كلمة للدفعة وللتاريخ. على فكرة انا طالب عروس بسماتي يا عاطف. عاطف انا طالب عروس بسماتي. ها؟ فاتت شاورما. انا فاتت شاورما من الاخر. لحمة بسماتي تومية. مين عايز؟ لا ما طلبتش تومية. تمام. ها؟ يوسف كلمة للدفعة. ايوه. لم اكن سياسيا لو اردت ان اكون سياسيا بس. تمام. وانت يا اسلام؟ والله انا بحمد ربنا اللي انا مع الناس دي النهارده. ازيك يا مينا؟ مينا لسه واصل. معلش يا اسلام نسلم على جاءنا خبر عادي. طيب ارجع سنه بس. ارجع سنه. ربنا يعيد عليكم يا رب. بوسه بقى يا اسلام. طيب يا باشا كمل يا اسلام. انا بقول انا بحمد ربنا ان انا في دفعه سي سي 2011 ويا رب يديم عليا عشره. امين يا رب. يوسف انت قلت خلاص. وعرابي؟ عرابي قبل الاكل ولا عينك في الاكل؟ لا انا جعان من امبارح اساسا. طيب كلمه للتاريخ وللدفعه. يا رب الاخر ده يطلع. يا رب. ماشي. في مين تاني؟ حازم. حازم ايوه. كلمه للتاريخ والدفعه للمره الثانيه. انا لحد دلوقتي انا احتاج. انا لحد دلوقتي طالب فته مشكل بالمشروم بالتوميه ولسه ما جاتش. وانا انا بحملكم مسؤوليه كامله ولو ما جاتش انا هعتصم في ميدان الحجاز. ميدان الحجاز. حسن اسامه كلمه للتاريخ والدفعه. انا ما قلتش على فكره انت عايز تقول صاحب الكاميرا يا جماعه احمد مبروك ما قطعش واللي بيصور برده ما اتكلمش. ماشي. هو نفض لنا اول ما بيجي الاكل كله بينفض. سامي قول. كمل يا ابو نفسي واجي اقول الكلمه بتاعتي. هتيجي تقول الكلمه. حسن اسامه. حسن اسامه. محدش عايز ياكل. طارق. طارق كلمه للتاريخ والدفعه للمره الثانيه. عايز افطر. كل الناس عايزه تفطر. طيب يا جماعه حد يمسك لي بقى الكاميرا وانا اقول كلمتي بقى. الله. انت بتسجل؟ بسجل. ماشي. انا سعيد جدا ان انا صورت الناس دي كلها دي اول حاجه. مبسوط جدا ان انا متجمع مع هذا الجمع الكبير. بجد الناس دي احسن ناس اتعاملت معاها في حياتي. واتمنى ان انا افضل هنا 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 وصباعك بس الكاميرا. ايوه بالمره الاثنين دول ساعه. بجد نفسي اكمل معاهم سنين وسنين وسنين وربنا يجمعنا تاني زي ايه يا عم. احنا سنه خلصت مالها يا عم. نتجمع مع بعض يعني في الفطار هو ده وربنا يكرم ان شاء الله زي ما جمعنا السنه دي جمعنا السنين اللي جايه كلها على طول مع بعض. دايما على طول مع بعض. كات كات بس الاداء قدر يا جماعه كفايه كده.